خسر المصري ممدوح السبيعي الشهير بيج رامي لقب مستر أولمبيا مكتفيا بالمركز الخامس في هذه النسخة من البطولة التي نافس فيها بيج رامي للعام الثالث على التوالي بفئة الوزن المفتوح. كان بيج رامي قد خضع للتحكيم السري أمس، ولكن في النهايات التي انتهت منذ قليل خسر اللقب بعد أن خطفه منه الإيراني هادي شوبان محتلا الترتيب الأول. وتوج بيج رامي بلقب مستر أولمبيا آخر نسختين من البطولة متفوقا على جميع منافسيه بجميع الدول. طبعا بنقول له هارد لك، وان شاء الله يعني احنا كده كده عارفين مستوى بيج رامي يعني خارج التقييم من اساسه، ما نقدرش طبعا نقيمه، هو يعني كبير جدا 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 في مجاله، يعني ان شاء الله يرجع تاني للصداره، وخساره مره مش هتفرق كتير ان شاء الله، عمر لسه قدامك ان شاء الله تقدر تعوض في المرات القادمه. تعالوا نروح لمباريات النهارده او مباريات اليوم واللي بتشهد ملاعب العالم اقامه نهائي منافسات كاس العالم 2022 بين الارجنتين وفرنسا. فرنسا والارجنتين الساعه 5، وحتى الان الارجنتين 2-0 زي ما احنا، مفيش اي جديد، ماشي مفيش اي جديد، ونشوف بقى ايه النهايه تحصل على فين. ولكن زي ما بقول لكم، زي ما الارجنتين عندها طموح ان هي تكسب، كمان فرنسا اعتقد برضو المباراه مش هتخلص بالسهوله دي، يعني اعتقد المباراه مش هتخلص 2-0 في النهايه، اعتقد هيحصل جديد ان شاء الله. يلا تعالوا نروح للخبر اللي بعده. وحدد الاتحاد الدولي فيفا للجوائز الماليه للمنتخبات المشاركه في كاس العالم 2022، وبلغ عددهم 32 منتخبا مقسمه على 8 مجموعات، في كل مجموعه 4 منتخبات تاهلت منها 16 منتخب لثمن النهائي، وبعدها لربع النهائي ثم نصف النهائي، واخيرا مباريات تحديد المركزين الثالث والرابع ثم المباراه النهائيه. طيب الجوائز الماليه لكاس العالم، الفائز بكاس العالم 42 مليون دولار، الوصيف 30 مليون دولار، المنتخب صاحب المركز الثالث 37 مليون دولار، يعني كرواتيا تاخد 27 مليون دولار هتاخدهم كرواتيا. المركز الرابع وده من نصيب المنتخب المغربي الشقيق 25 مليون دولار. أما المنتخبات صاحب المركز الخامس لحد المركز الثامن 17 مليون دولار لكل فريق. أما المنتخبات صاحب المركز التاسع للمركز ال 16 13 مليون دولار لكل فريق. المنتخبات من المركز ال 17 لحد ال 32 9 ملايين دولار لكل فريق. إذا ما حدش خارج من هذه البطولة زعلان. كل المنتخبات في النهاية خارجة كسبانة أو حصلت على العائد المادي، ولكن طبعا في كأس العالم العائد المادي ما بيبقاش هو أهم حاجة، ولكن تحقيق البطولة طبعا والوصول للمربع الذهبي هو ده أهم حاجة ممكن، أو يعني من أعظم الحاجات اللي أنت ممكن تحققها في بطولة كأس العالم أو بطولة ما بتجيش غير كل 4 سنين مرة. تعالوا نطير لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إنفانتينو، واللي أعلن عن إيرادات بطولة مونديال قطر 2022 وبلغت 7.5 مليار دولار، بزيادة مليار دولار عن مونديال روسيا 2018. ويتقدم إنفانتينو بالشكر لقطر خلال المؤتمر الصحفي على تقديم النسخة الأفضل للمونديال على الإطلاق، مشيرا إلى أن هناك مديحا بالإجماع في مجلس الفيفا للنسخة الحالية لكاس العالم، وكشف عن إيرادات كاس العالم خلال في قطر خلال المؤتمر الصحفي، واللي بقول لكم بلغت 7.5 مليون دولار، بزيادة عن مليار دولار عن النسخة السابقة. حقيقة إن احنا لو هنتكلم عن اللي عملته قطر في هذه النسخة من كاس العالم، أنا بعتقد أن النسخة دي نسخة عربية خالصة. بمعنى إيه نسخة عربية خالصة؟
بمعنى ان اللي قدمته المنتخبات العربيه من اول قطر وبعد كده والسعوديه وتونس والمغرب وكل اللي قدمته المنتخبات العربيه حتى الان، حقيقه انا شايفاه برضو انجاز كبير جدا، بالذات طبعا المنتخب المغربي. اما بقى على مستوى التنظيم فقطر برضو ادت درس حلو قوي، يعني انفانتينو دلوقتي بيشيد باللي عملته قطر، وكل العالم بيتكلم على ان الوطن العربي قادر وعنده الامكانيات ان هو يحقق او ينفذ بطولة كاس العالم، واحدة من احسن النسخ، وان ما كانتش احسن نسخة اصلا، والناس كلها بتتكلم ان قطر فعلا قدمت احسن نسخة من كاس العالم. فاذا زي ما بقول لك، هي بتبقى البدايات بتيجي من هنا. قطر قدرت ان هي تنظم البطولة، المنتخب المغربي وصل للمربع الذهبي، فعشان كده انا بشوفها البطولة هذا العام هي انصاف للوطن العربي والافريقيا عموما. الحقيقة ان احنا بنشكر قطر جدا 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 على المجهود اللي هي عملته، يعني حقيقة مجهود يحترم، كان باين قوي الجهد وباين قوي الشغل وباين قوي قوي الاحترافية في التعامل والاحترافية في التنظيم والسيولة المرورية والملاعب اللي على أعلى مستوى والخدمات خدمات الإنترنت المتاحة لكل الجماهير. حقيقة واحدة، يعني الواحد كان بيتمنى فعلا يروح قطر ويشوف الإنجاز اللي حاصل هناك من خلال يعني اللي حاصل في قطر أو مونديال 2022، نسخة أعتقد مش هتتكرر، مش بس عشان إنفانتينو اتكلم أو بس العالم كله بيتكلم، يا جماعة فعلا كل الناس أو كل الناس اللي راحت قطر بتشيد قوي باللي هم عاملينه الحقيقة، وكل الاحترام وكل التقدير للمجهود اللي هم عاملينه.